طالبت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أهالي مدينة الرمادي بترك منازلهم على الفور قبل بدء الهجوم على المدينة، بينما أكد مجلس محافظة الأنبار عدم تمكن السكان من الخروج من المدينة على الرغم من مضي 24 ساعة على التحصير الذي أطلقته قيادة القوات العراقية. طارق ماهر والتفاصيل. أكثر من 6000 مدني من أهالي الرمادي محتجزون داخل أحياء مدينتهم كما تقول حكومة الأنبار المحلية، في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لاقتحام المدينة. من جانب آخر، أفادت الأنباء بأن تنظيم الدولة الإسلامية أغلق مداخل الرمادي ومخارجها بالكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة لمنع الأهالي من الخروج، وهدد مقاتلو التنظيم عبر مكبرات الصوت بأن عقوبة الموت ستحل بكل من يرفع الراية البيضاء فوق منزله. وفي تلك الأثناء تواصل الفرقة الثامنة من الجيش العراقي قصف مواقع المسلحين داخل المدينة بالتزامن مع قصف مروحيات الجيش، ليبقى الأهالي عالقين وسط المواجهات والقصف والتهديد. ينضم إلينا من الأنبار شيخ أركان الطرموز، شيخ أحد عشائر الأنبار وعضو مجلس محافظة الأنبار. عندما سقطت الرمادي بيد تنظيم الدولة الإسلامية في أيار مايو الماضي، وقف آلاف من الأهالي الذين فروا منها على جسر قريب من بغداد من غير أن يسمح للكثير منهم بالدخول. فما الذي يمكن أن يحصل هذه المرة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة وتسليطكم الضوء على أوضاع محافظات الأنبار عموما وعلى ما يجري من معارك التحرير في مركز مدينة الرمادي. خصوصا اليوم القوات الأمنية قد أطلقت الطوق والحصار على تنظيم داعش الإرهابي داخل مركز مدينة الرمادي، واليوم القوات الأمنية ومتمثلة بقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة 16 والفرقة الثامنة وقوات الشرطة والشرطة الاتحادية وقوات الحشد العشائري من أبناء عشائر محافظة الأنبار، كلهم اليوم في خندق واحد مطوقين للمدينة من كل جهات، وقد أصبحوا على بعد مئات الأمتار من مركز مدينة الرمادي. والآن اليوم تم تحقيق نصر كبير لقواتنا الأمنية باحتلالها لمناطق البوشنعان والبوشليب والبريشة، وكذلك تحريرها إلى جسر الدولي الرابط على نهر الفرات المسمى جسر فلسطين، وكذلك تقدمها باتجاه محور جسر عمر بن الخطاب وهو أحد الجسور الحيوية، وكذلك احتلالها لموقع عسكري مهم جدا وهو يقرب أكثر لا بمسافة لا تقل عن 200 متر من قيادة العمليات وهو معسكر الورار. شكرا. اليوم هذه الإنجازات العسكرية لقواتنا الأمنية كانت مبهرة وكانت ناجحة، لكن اليوم نعاني من مشكلة وجود مدنيين داخل مركز مدينة. نعم. شكرا جزيلا لك من الأنبار شيخ أركان الطرموز، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت.